وفي الأيامات الأخيرة يعني تتعدد أعمال العنف المنسوب للتيارات السلفية، مرة في سجنان على طلبة مؤخرا، مؤخرا كذلك في جندوبة محاولة القصاص ومحاولة بتر يد أحد المواطنين. يعني الناس تتسأل، وشفنا حتى في آخر عملية سباق الناس بدأت تضيق ذرعا بتعدد العنف هذا، لكن الناس تسأل كيف العمل، يعني شنو دور الحكومة في هذا، شنو دور المجتمع المدني، لأنه العنف هذا هو متشتت متفرع في مختلف أنحاء المجتمع، ثم أحيانا يستهدف أشخاص عاديين. يعني كيفاش يمكن نضعوا له حد؟ هو باش نبدأوا متفقين، هما مش تداوش على الطلبة برك، تداوى على الصحفيين، تداوى على الناس، تداوى على بيوت الله، تداوى على 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 زوي أضرحة، مشاو المرحوم طار الحداد، مشاو الغير، مشاو المسألة خطيرة، ما يلزم ناس ناخذوها يعني بتهاون، لا أو كما قال الآخر ما نقولوش ناس يخلوذوا، لا هذوما ناس يظهر عندهم توجه خاص وعندهم يستعملوا العنف وقت اللي هم يحبوا يستعملوه. وتعرف الدولة موجودة كان باش هي تستعمل العنف الشرعي، الديمقراطيات عطت آليات للدولة هي تستعمل العنف فقط، اللي يخرج من مجتمع مهما كان ويستعمل العنف القانون يلزم يطبق عليه. وبرشا الناس يراو، وانا زاد راه اللي وقع نوع من البطء في اخذ القرارات، ثم الناس تتساءل كيفاش هذوما ناس ما عندهمش تأثير قانونية ويعملوا ما يعملوا ولا من يتبعه ولا من يرى، مش معقول. صحيح يلزم الحوار، والله لو كان بدا حوار معاهم علني ايه ونشاركوا الناس، اما اذا وقع حوار يعني بين طرفين او ثلاثه واحنا ما نسمعين بيه مش باهي، راهو سني باسان. الحكومه تكون واضحه رايه، تقول انا سمعت خطاب عنده مدة من اليوم فصاعدة القانون باش يتطبق في بعض الحالات، بعد سمعت خطاب آخر يقول لك السلفيين لم يأتوا من المريخ ولن نزج بهم في السجن، واحد قال في مسؤول هو حر، لكن مش معقول أنا نجم نهز ونثبت مواطن، أما مسؤول كيقول كلام كين هذا إيش معناتها؟ يلزم حد آخر يرجعوا، يلزم المسؤولين فرد نغمة، فرد واحد يقولوا هاو الموقف. ثم الأمور تطورت حسب رأينا حتى لين تولت يعني الجهاز الأمني اللي احنا معولين عليه باش يتعافى ويتبارى ويقوم قاعد يقوم ويعطيهم الصحة، توا يعني هما بيدهم قال لك احنا لازم تحميونا واعتداءات وكذا، والدولة مش مقصرة، ولهذا أنا يضر لي